يعمق من متاعب السياحة ومهنيو النقل مهددون بالإفلاس. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائرية محمد عرقة في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزائرية الدولية، كشف عن التوقيع على اتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع عملاق لاستخراج وتحويل الفوسفات الخام بشرق البلاد شهر ديسمبر المقبل. مشروع ماشي حسب البرنامج ودراساته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون له توقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله. ويمثل المشروع أكبر استثمار صناعي مدمج في العالم بتكلفة إجمالية تعادل 15 مليار دولار، ومن شأنه إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام. المشروع الذي ينتظر تنفيذه بشراكة صينية يمتد عبر 4 محافظات بأقصى شمال شرق البلاد. التفاصيل مع نريم حماني. بثالث أكبر احتياطي في العالم، الجزائر تطلق مشروعا ضخما لاستغلال الفوسفات، مشروع صناعي واعد بفرص هائلة يشمل جميع المهن والأنشطة ذات الصلة بالصناعة المنجمية باستثمار إجمالي يعادل 15 مليار دولار. يمتد المشروع على 4 ولايات شرق البلاد، يبدأ من منجم ولاد الحدبة ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة، أكبر حقل للفوسفات الخام بالجزائر باحتياطي يتجاوز ملياري طن، ليتم نقل الكميات المستخرجة إلى منطقة وادي الكبريت بسوق هراس، المحطة الثانية في تحويل الفوسفات الخام، في مركب للمعالجة بطاقة تعادل 5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الفوسفورية. قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة ضمن مسار تحويل الفوسفات لإنتاج 1.5 مليون طن من الأمونياك سنويا، وتشكيلة واسعة من الأسمدة الآزوتية بمنطقة حجر السود بولاية سكيكدا، عنابة ستكون المحطة الرابعة ضمن المشروع العملاق عبر تسويق المنتج النهائي محليا وتصديره. المشروع الذي ينتظر أن ينفذ بشراكة صينية سيمكن من إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، مع تسويق 6 ملايين طن من الفوسفات المحول سنويا، في استثمار يستهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير المناطق الحدودية. محمد عرقاب الذي تحدث لقناة الجزائر الدولية على هامش يوم إعلامي للترويج للاستثمار المنجمي بالجزائر، أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتأطير إنجاز مشروع غار جبيلات الذي سيمكن من استغلال أكبر حقل منجمي للحديد الخام في العالم جنوب غرب البلاد. شكلت لجنة مختصة من وزراء مختصين معنيين بكل المشاريع المدمجة في المشاريع الكبرى من الوزارات، الأشغال العمومية، المياه، كذلك البناء، كذلك النقل، كل وزراء المعنية، كذلك حماية البيئة، كل وزارات المعنية موجودة ضمن هذه اللجنة المشكلة من وزراء وكذلك خبراء لإنجاح المشاريع. الآن رايحين لإنجاح المشاريع، ما بقاش نكتبوا البرامج فوق الورق ونخليوها هكذاك، لازم تطبيق في الميدان والبرنامج الزمني المدروس في الحكومة والمصادق عليه ونتابعوه في الحكومة كذا. وزير الطاقة والمناجم الجزائري أكد أن مسودة قانون المناجم الجديد جاهزة وستحال على اجتماع الحكومة قريبا، معتبرا أن مراجعة الخطوة حتمية لإطفاء الجاذبية لرؤوس الأموال والاستثمار. بين النقاط لإنجاح
النهوض بالمجال المنجمي الجزائري هو إعادة النظر في قانون المناجم، لأن لازم نرجع قانون المناجم أكثر جاذبية، أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر جاذبية لكل العمليات اللي يقوموا بها من خلال المرافقة لغاية إنجاح المشاريع. لازم نغير مفاهيم كل المؤسسات الموجودة في عبر التراب الوطني في المجال المنجمي، أننا نرافق المؤسسات الجزائرية يعني من قطاع عام وخاص لإنجاح المشاريع، وهذا ما نصب إليه من خلال القانون الجديد اللي هو مسودة الآن جاهز، وإن شاء الله راح نطرحه في الأسابيع القادمة للمجلس الحكومة وكذلك مجلس الوزراء والبرلمان بغرفته إن شاء الله. لمزيد من التفاصيل تلتحق بنا مباشرة من قصر المؤتمرات زميلة سمية غانم، أهلا بك. إذن ما الجديد سمية؟ مرحبا أسماء، مرحبا بكل مشاهدين قناة الجزائر الدولية. اختتمت منذ قليل طبعا فعاليات اليوم الإعلامي الذي خصص للاستثمار في قطاع المناجم. اليوم كان غني جدا بالورشات بالمناقشات الافتتاحية استهلها وزير الطاقة والمناجم الجزائري. كان الحديث عن ضرورة واستعجالية ربما مراجعة قانون المناجم لإعطاء تحفيزات أكثر وتسهيلات أكثر للمستثمرين في مجال المناجم. ولا يمكن الحديث عن مجال المناجم دون أن نتوقف عند أكبر مناجم الحديد في العالم وليس فقط في الجزائر، وهي غار جبيلات. يسعدني أن يكون معي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب السيد أحمد بن عباس. سيدي، قلت أنه غار جبيلات تعول عليه كثيرا الحكومة للدفع بقطاع المناجم، هل يمكن أن تقدم لنا تفاصيل اليوم لماذا غار جبيلات بالضبط؟ شكرا. للجواب على هذا السؤال نرجع إلى السوق والإنتاج تاع الصلب في الجزائر، لا برودكسيون داسي. اليوم ننتج في أكثر من 5 ملايين طن في السنة، وإن شاء الله من على سنتين ثلاثة أي في 2025 نوصل على الأقل ل 10 ملايين أو 12 مليون طن في السنة. وأكثر المنتجين يستوردوا في المادة الأولية اللي هو خام الحديد، بخلاف ما عدا الحجار اللي هو المادة الأولية تاعو من المناجم تاع ونزة بوخضرة. لذلك واليوم وصلنا رانا نستوردوا في أكثر من 500 أو 600 مليون دولار استيراد، وغدوة يعني على سنتين ثلاثة نوصل مليارين دولار. ولهذا قررت الحكومة باش نشوف كيفاش يعني نقلص من الاستيراد، والفرصة كاينة عن طريق غار جبيلات. هو المنجم الوحيد يعني اللي عنده طاقة كبيرة يقدر يلبي الطلب، ولكن هذه أولا. ثانيا هو فرصة بما أنه كم ميجا بروجي يعني مشروع ضخم، فيه كل وزارات تقريب عندها الدور تاعها تلعبوا، وباش ننميو كل هذيك المنطقة نتاع تندوف من بشار ونهبطوا حتى لتندوف. يعني فرصة كبيرة باش ننمي المنطقة هذيك، خاطر باش نستغل المنجم الكبير تاع غار جبيلات لازم نجيب الطريق، نجيب السكة الحديدية، نجيب الماء، نجيب الغاز، نجيب الكهرباء. وهذه فرصة باش يمكن ننمي ونستغلوا بصفة يعني كبيرة، إنتاج كبير، وفي نفس الوقت نقدر نلبي الطلبات نتاع المنطقة هذيك للسكان أو للزراعة أو للصناعة. بالنسبة لمشروع غار جبيلات، كان هناك مكاتب دراسات للنظر في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ما هو التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات صيني وروسي في هذا الخصوص؟ احنا في عندنا المنجم يعني كميات ضخمة، الاستغلال تاعو سهل خاطر موجود على سطح الأرض، ولكن فيه بعض المشاكل بلخص تقنية، هي النسبة المئوية للفوسفور، والفوسفور هو غير مرغوب فيه في صناعة الصلب. ولذلك احنا عملنا في الحقيقة مع مراكز دي سنتر دي ريشيرش شينوا اللي عندهم خبرة كبيرة ومدوا سنوات هما يخدموا في هذا الميدان، وعملنا مع
مخابر يعني ابحاث روسيه، هذه اللي عندهم خبره وعندنا معهم يعني تاريخ ووصلنا اليوم النتيجة، عده نتائج منها الشيء اللي اليوم رانا قدمناه هو منتوج يشبه لافيراي او الخرده، واللي يمكن يلبي يعني الطلبات نتاع باش نلبي الطلبات نتاع السوق الجزائريه ويمكن نصدر منه. وهذا المنتوج هذا يمكن بفرن يعني فهر كهربائي نصنع مباشره الصلب. يعني هل يمكن تخفيض نسبه الفوسفور اليوم في الحديد؟ هل شيء ممكن اليوم يعني حسب المنتوج؟ احنا اليوم توصلنا عن طريق هذه المخابر الصينية وروسية باش نقلص، وصلنا النسبة اللي هي مقبولة باش يكون عندنا منتوج مقبول، وإنما لازم نكمل باش ندير وحدات نموذجية في الجزائر باش نحسن هذه الطريقة اللي نصنع بها المنتوج وباش نخفض من الكلفة. الكلفة يعني واش نستهلك ككهرباء كمواد تدخل في صنع المنتوج باش يكون المنتوج تاعه في النهاية يكون يعني كومبيتيتيف في السوق، قادرين نبيعوه يعني بأثمان مقبولة فيما يخص السوق الداخلي أو التصدير. وزير الطاقة والمناجم الجزائري اليوم تكلم على أنه في الأسابيع القادمة سيكون هناك توقيع اتفاقية في بالنسبة لمنجم غارج بيلات، هل نقول اليوم أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح؟ إن شاء الله، يعني الشيء اللي قاله الوزير صحيح، وإحنا نستنوا في أسبوع أو أقل من أسبوع باش نستقبل الدراسة نتاع الشريك نتاعنا صيني مكون من 3 شركات صينية، مجمع يعني صيني مكون من 3 شركات باش يعطونا أول النتائج تاع الدراسة اللي عملوها، وإن شاء الله تكون يعني الفال تاع خير على خاطر وصلنا يعني النتيجة، وباش نمضي معاهم شراكة باش نديروا شركة مختلطة، لأن الحكومة اليوم قرار هو باش نكمل المشروع في إطار شراكة، ماهوش شركة فيرال اللي هي شركة عمومية وحدها، بل مع شريك نمضي نكون شركة مختلطة ونكمل المشروع في الخطوات هذه اللي مازالوا، ومن بعد الاستغلال والتسويق. نعم، هما قادرين يعاونونا باش نسوق كميات كثيرة في السوق الخارجية. شكرا جزيلا لك، شكرا على كل التفاصيل التي قدمتموها، هذا كل ما لدينا لحد الآن، العودة إليك أسماء لاستكمال باقي الأخبار الاقتصادية. شكرا لك سمية غانم، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات. إذن وبخصوص الاجتماع المرتقب لتحالف أوبيك بلاس الخميس المقبل، أكد وزير الطاقة الجزائري أن أعضاء الكارتل سيدرسون احتمالات السوق وفق توصيات الخبراء واللجان الفنية على وقع التداعيات السلبية للانتشار السريع للمتحور الجديد أرقاب. وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش مؤتمر ترويجي للاستثمار المنجمي في بلاده، ذكر أن أعضاء أوبيك والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة حريصون على ضمان الإبقاء على الإمدادات التي تحقق التوازن للسوق النفطي بما يضمن فائدة المنتج والمستهلك على حد سواء. احنا رانا نحققوا يعني في كل الأعمال اللي رانا نقوم بها نتأكدوا من الإمدادات السوق البترولية، وكذلك أساسيات السوق البترولية اللي هي سليمة الآن، لأن المتحور هذا الأخير اللي راه ينتشر بسرعة وخلى الدول الأوروبية وغيرها تبدأ تأخذ في إجراءات، فلهذا يكون يعني التأثير دائما يكون تأثير دائما أولي بالنسبة لهذا هذا التأثير بالنسبة للكوفيد هذا، وخاصة المتحور الأخير. فاحنا راح إن شاء الله يوم 2 ديسمبر عندنا اجتماع تاع الأوبيك والأوبيك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات تكون جيده بالنسبه للسوق، امدادات لتخلي ان السوق يسترجع التوازن تاعو، وكذلك اساسيات السوق يعني لي فوندامونتو دو مارشي لازم دائما تكون سليمه وتكون حسب المنتج والمستهلك لتوازن السوق.
وفي رده على سؤال بخصوص اعتراضات إسبانية بشأن توقيع الجزائر تدفق الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، أكد الوزير الجزائري أن بلاده وفية بالتزاماتها في ضمان الإمدادات الطاقوية. أرقاب اكتفى بتأكيد أن العقد المبرم بين الجزائر وإسبانيا ملف تجاري محض، وأن بلاده ستضمن تدفق الغاز وبالكميات المتفق عليها مع الجانب الإسباني. الجزائر دائما عبر سوناتراك كانت دائما وفية بالتزاماتها، ودائما عندما توقع عقد أو تلتزم بتمديد الغاز أو البترول أو المواد المحروقات في كل مجالات هذه المجالات المحروقات، سوناتراك الجزائر دائما توفي بتعهداتها وتلتزم التزام تام بالكميات التعاقدية. فهذا نعطيك جواب صريح وبدون أي ديماغوجية أو أي يعني هذا العقد قضية بيزنس يعني ما بين شركة وشركة، وكذلك الجزائر من خلال وزارة الطاقة والمناجم تقف وراء هذه الالتزامات لتطبيقها تماما. وفي شأن اقتصادي آخر، تراجعت أسعار النفط في تداولاتها الثلاثاء ليسجل مزيج برنت العالمي مستوى دون 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي بنسبة 3.55% لتصل إلى 70.83 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.39% متراجعة إلى 67.58 دولارا للبرميل. وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب المحققة في جلسة الاثنين وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب الخام. في المقابل، توقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان أن ترتفع أسعار النفط إلى 125 دولارا للبرميل العام المقبل. البنك المتخصص في إدارة الأصول والثروات توقع أن تصل أسعار الخام في 2023 عتبة 150 دولارا للبرميل. في شأن طاقوي آخر، حذرت الرئاسة الروسية واشنطن من مغبة ممارسة الضغوط بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2. التحذير الروسي يأتي فيما ينتظر خط الأنابيب موافقة الهيئة التنظيمية في ألمانيا قبل أن تتمكن روسيا من البدء في تصدير الغاز الطبيعي من خلالها. وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الخط الذي يلتف حول أوكرانيا والمصمم لنقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية الثلاثاء تسجيل حادث على مستوى الوحدة رقم 1 بمصفاة سكيكدا شرق البلاد كانت في حالة توقف لإتمام أشغال الصيانة. بيان عن المجموعة الجزائرية ذكر أن الحادث الذي تم السيطرة عليه فورا خلف إصابة 7 عمال بجروح أغلبها خفيفة. أعرب سفير إيطاليا بالجزائر جوفاني بوغيليسي عن رغبة بلاده في دراسة إمكانية فتح خط بحري لنقل المسافرين بين البلدين. السفير الإيطالي اقترح أن يكون الخط انطلاقا من مدينة عنابة باتجاه أحد المدن البحرية الرئيسية بإيطاليا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق النقل البحري المبرم بين البلدين بتاريخ 14 نوفمبر 2012. أما في مجال النقل الجوي فقد أبدى السفير الإيطالي رغبة بلاده في دراسة إمكانية استغلال رحلات تجارية لنقل البضائع بين البلدين، وذلك بموجب اتفاق التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي الموقع بين البلدين في 22 جانفي 2013.
بحث رئيس تونسي قيس سعيد سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي وتفادي التضخم في البلاد فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها. جاء ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج بصناع القرار الاقتصادي والنقدي في تونس في وقت تشهد أرقام المالية العامة والاقتصادي الكلي ارتباكا خلال الشهور الأخيرة تتمثل في ارتفاع نسب التضخم والدين الحام ومواصلة الاقتراض لتوفير السيولة للنفقات الجارية. تفاقمت حالة الخوف والقلق التي تخيم على فئات مهنية وشعبية واسعة في المغرب، أعلن الرباط إغلاق حدودها الجوية في الأسبوعين المقبلين، وزادت الهواجس من تكبد الأسواق خسائر باهظة في حال استمرار الإغلاق، إذ ستكون قطاعات التجارة والسياحة والطيران الأكثر تضرراً من شظايا تفشي السلالة الجديدة. تقرير في السياق لعبد النور حفصاوي. لليوم الرابع على التوالي حالة القلق والخوف تسود جل الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المغرب، قلق يلتبس بنوع من الخيبة من عودة المملكة لسياسة الإغلاق السريع في وقت انتظر فيه المغاربة تخفيف التدابير الاحترازية إثر تحسن الوضعية الوبائية. مخاوف متفاقمة من تكبد الأسواق خسائر باهظة في أعقاب استحواذ أوميكرون على صدارة الأخبار السلبية المتتالية بإغلاق المملكة لحدودها في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحة الجوية، والخشية من استمرار إغلاق الطيران لفترة أطول مع تصاعد الإجراءات الاحترازية. قطاعة التجارة السياحة والطيران ستكون في فوهة شظايا المتحور الجديد، وهنا يرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أكبر كيان نقابي في المملكة أن حالة عدم اليقين التي يؤججها المتحور الجديد ستفضي حتما إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط. تداعيات فورية بدأت تبرز في تعطل القطاع السياحي المتعثر أصلا على مدار العامين الماضيين بإلغاء حجوزات الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح في ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائرها. إغلاق المملكة لحدودها الجوية سيمتد ليشمل أيضا الرحلات البحرية لنقل المسافرين اعتبارا من الثلاثاء. حالة إغلاق شامل سيكون لها ارتدادات على النقاش الجاري في البرلمان المغربي حول مشروع موازنة العام المقبل الذي راهن على عودة الانتعاش، غير أن التطورات الأخيرة قد تفضي إلى دفع الحكومة للتعايش معها مع توقعات بتوسع عجز الميزانية الذي بلغ 48% من الناتج الداخلي الخام. في أخبار التكنولوجيا، أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر تنحي مؤسسه المشارك جاك دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة. سيبقى دورسي في مجلس الإدارة حتى نهاية فترته في عام 2022 على أن يخلفه باراغ أغراوال كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في الشركة. وقال دورسي في رسالة نشرت على حسابه على تويتر إنه حزين ولكنه سعيد حقا لترك المنصب بعد 16 عاما قضاها في الشركة، مؤكدا أنه اتخذ القرار بنفسه. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الجزائر تطلق أكبر مشروع لاستغلال الفوسفات في العالم، استثمارة ب 15 مليار دولار لاستخراج ثالث أكبر احتياطي من المادة عالميا. أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وتوقعات أمريكية بتجاوز الخام عتبة 125 دولارا العام المقبل. تابعتم أيضا أوميكرون يضع أسواق المغرب على مشارف انتكاسة جديدة، المتحور الجنوب أفريقي يعمق من متاعب السياحة، ومهنيو النقل مهددون بالإفلاس. لهنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.